تستعد سجايا فتيات الشرقة لإطلاق برنامجها الصيفي تحت شعار للغد نفكر في نهاية الشهر الجاري ولمدة شهر. ويهدف البرنامج الصيفي إلى تحفيز الفتيات على التفكير بالمستقبل وتوسيع مداركهن في الجوانب العلمية والفكرية. وتتمحور أنشطة البرنامج على التكنولوجيا والعلوم المعاصرة والفضاء وعلم الفلك وإعادة التدوير، بالإضافة إلى الفنون والموسيقى والدراما واللياقة البدنية، فضلا عن البرامج التوعوية والتثقيف، وتتخلل البرنامج كل صباح. وللحديث أكثر حول البرنامج الصيفي لسجايا فتيات الشارقة تنضم إلينا عبر الهاتف ريم الحمادي، منسقة فعاليات في سجايا. ريم، مرحبا بك في أخبار الدار. مرحبتين، هلا والله أختي. بداية، حدثينا عن أهداف برنامج الصيفي الذي سينطلق نهاية الشهر الجاري. أهدافنا من برنامج الصيفي مختلفة، لكن الهدف الأساسي هو توسيع مدارك الفتيات في جوانب مختلفة، منها علمية ومنها فكرية. ما هي أبرز البرامج والأنشطة التي ستقدم ضمن البرنامج الصيفي؟ بتكون عندنا برامج مختلفة بالتعاون مع مؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة. من هذه المؤسسات بيكون مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وعندنا مؤسسة بيئة بعد. وإن شاء الله بتكون الورش منوعة ومختلفة، وبنحرص أنها هي تجذب اهتمام الفتيات. هي الفئات العمرية المستهدفة؟ الفئات العمرية هم فتيات المنتسبات من سن 12 إلى 18 سنة. نعم، ماذا عن إجراءات التسجيل في البرنامج، وإلى متى يتم إمكانية التسجيل متاحة؟ التسجيل إن شاء الله بيكون إلكتروني من خلال موقعنا سجايا فتيات الشارقة، بيبدأ إن شاء الله من باكر، من تاريخ 10/7 لتاريخ 20/7 إن شاء الله، وبيبدأ البرنامج بتاريخ 31/7. نعم، هل هناك رسوم للتسجيل؟ هي نعم، في الشارجة بتكون رسوم التسجيل للمخيم 200 درهم، ولمنطقة كلباء وخرفكان بتكون 100 درهم، وللمنطقة الوسطى بتكون رسوم التسجيل 50 درهم. نعم، ريم الحمادي، منسقة فعاليات في سجايا فتيات الشارقة، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة.